le savoir juridique, économique, fiscal et politique. إذن إخواني في هذا الصباح، صباحكم سعيد وجمعة مباركة. بدنا نطرق لواحد الورش اللي تترأسه وزيرة المالية والاقتصاد أستاذة فتاح، اللي كنا هضرنا عليه قبل، ونطلق دركة ثلاثة الجولات كانوا انطلقوا من شهر 10، وهو الورش ديال إصلاح أنظمة التقاعد. هذا الورش اللي انطلق يعني اللجنة العليا لإصلاح أنظمة التقاعد تقريبا 2003-2004، وقدمت الخلاصات ديالها ودخلوا المكاتب الدراسات آنذاك، وقدمت الخلاصات ديالها في 2013. الآن قال لك 2019، يعني كانت هناك واحد مكتب دراسات قام بواحد يعني بواحد الدراسة ديال أنظمة التقاعد، هي اللي الآن ستنطلق يعني في هذا الإصلاح اللي غيكون في قطبين عام وخاص. وقدمت الخلاصات ديالها هذيك الدراسات، في حين أن فاتح الأستاذة فتاح المكلفة بورش إصلاح أنظمة التقاعد يعني راه بدات يعني تشاور ولقاءات مع الشركاء الاجتماعيين منذ 15 ماي 2022. في أكتوبر داروا يعني البرمجة الزمنية وداروا البلاينين ديالهم إلى آخره، اللي انطلق من شهر 10 تقريبا وينتهي في شهر 4، على أساس أنهم يبدأوا الإصلاح ديال تشخيص التوافق اللي غيتوافقوا عليه، للسيناريو اللي غيتوافقوا عليه في ابتداء من مايو، على أساس أن يكون كل شيء جاهز خلال يعني على أقصى حد شتنبر 2023. وكان مبرمج انهم غادي يبدا تنزيل من فاتح يناير 2024، وسمعنا بانه غادي يكون ابتداء من 2025، وسيكون رفع السن ديال التقاعد تدريجيا بالتدريج الى 65 سنه. اذا داكشي اللي تنقولوه يعني راه هو اللي الان تم. وكان هناك واحد اللقاء يوم 22 من هذا الشهر فبراير 2023 لتشخيص التوافق على السيناريو اللي غادي يتم اعتماده. للأسف الشديد دائما ما تيبغوش يركزوا على من كان السبب في إفراغ هذه الصناديق وإفلاسها، ودائما المنخرطين هم اللي تدفعوا الثمن سواء مزاولون أو متقاعدون، في حين أن مراجعة أنظمة التقاعد يعني المعاشات، مراجعة المعاشات لم تتم بالنسبة للسي ام ار تقريبا منذ 1997. إذن هذا الإصلاح اللي غادي يكون كما قلت غيديروا تسقيف ديال 70%، وأيضا بالنسبة لهذه الأنظمة اللي غادي تكون، غتكون ثلاثة الأنظمة اللي ذكرتها سابقا، وهو النظام الأساسي اللي غيكون بلافوني في دو فوا لو سميك، يعني ضعف ديال الحد الأدنى للأجور الرسمي، هذا بالنسبة للنظام الأساسي. وغيكون نظام تكميلي اللي هو لو سيستيم كومبليمونتير اللي غيكون توا بلافوني في دي فوا لو سميك. بالنسبة للنسب، بالنسبة ل يعني التقاعد حد السن، يعني غادي يتم تخفيضه من 2% الى 1.5%،
والتقاعد النسبي من 1.5% الى 1%. تنشوفوا هذه بان خشقه جات المعاشات. والنظام الثالث هو النظام الاضافي اللي غادي يكون اختياري دائما بالمساهمات، وهذا غيكون بلي بوين. نظام ديال يعني لي بوين اللي كان تيعتمدوا على السينيسيس. اذا بالنسبه للنظام الاساسي بازيك والنظام التكميلي كومبليمونتير، هادو غادي يكونوا اوبليغاتوار. بالنسبه للكومبليمونتير غتكون لا كوتيزاسيون ضروريه، وغتزاد ثاني في المساهمات بالنسبه للبازيك بالنسبه للنظام الاساسي ديال المعاشات. لان تنشوفوا بان اللي تيدفع الضريبه واللي تيدفع الثمن ديال الافلاس الى اخره هم المنخرطون مزاولون والمتقاعدون. دال من هنا تنشوفوا بان خص يتم ترقيه ديال الجميع متقاعدين ومزاولين من السلم الى السلم الاعلى. هذا ابسط شيء ممكن يديروه. وما تنسوش ثاني ذاك المعدل ديال 8 سنوات اللي الان تنسمعوا بانه غادي يطرى ل 10 سنوات وغيبقى يتزاد سنتين حتى غادي يوصل 20 سنه. وزياده عن ذلك تجميد الحقوق المكتسبه او عدم مراجعه المعاشات لمده 10 سنوات. وسمعنا انه ثاني لان ابتداء من 2037 غادي يكون هناك اصلاح اخر شامل اللي غادي يجمعوا كل الانظمه، هذا النظام العام والنظام الخاص يجمعوه في قطب واحد. اذا نشوفكم في فرصه اخرى، وما تنسوش بارطاجوا هذا الفيديو على نطاق وسيع حتى تعمل فائده، كثروا من جيم اعجاب لايكات والدوروا 120. والان ان شاء الله عندنا واحد اللقاء مع واحد الاخ يعني مسؤول نقابي، وغادي نطرحوا معاه هذه المشكله ديال التوقيفات اللي ما تستندش على اي قانون ديال الاحاله على المجالس التعليميه، لان هناك فراغ قانوني، وبالتالي فأطر الأكاديميات الموقوفين مؤقتا وموقوف الأجور ديالهم ما عندهمش حتى شي تمثيلية بكل بساطة، لأنهم غير مرسمين سواء في النظام الأساسي التابع لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي في النقابات ما تتمثلهمش، وأيضا لا في النظام الأساسي ديال أطر الأكاديميات بما أنهم غير مرسمين فليست لهم تمثيلية، وبالتالي فالإدارة طرف وحكم بالنسبة للجان الثنائية اللي دارتها ودارت داك التعديل في النظام الأساسي باش تكمل النصاب ديال المجلس التأديبي اللي غتكملوا بإداريين. فالإدارة منهم وإليهم خصم وحكم، والله يكون في العون ديالهم. إذا نطلبوا من السي شاكيب بن موسى باش يعني يحكم العقل والمصلحة العامة ديال التلاميذ اللي هما اللي تيضيعوا، هما اللي تيتوضعوا كرهائن وتيضيعوا في الزمن المدرسي ديالهم، باش يوجدوا واحد الصيغة موحدة وحلول مبتكرة اللي كان تيقولوا لها من أجل إنهاء هذا الخلاف والاحتقان، وباش ما يضيعوش التلاميذ في الزمن المدرسي ديالهم. وأيضا بأن تتدخل النقابات والجمعيات ديال الاباء والاولياء التلاميذ الى اخره ورئيس الحكومه وكل شيء باش نحدوا من هذا الاحتقان، وينزلوا ويعلنوا عن المخرجات ديال الاتفاق ديال 18 يناير، ونتمنى خير. الدور 120.